ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما اتكلمت مع ختام الفقرة الأولى عن الحجاب، ظاهرة خلع الحجاب ظاهرة سلبية، قضية اجتماعية انتشرت خلال الفترة اللي فاتت بكثرة، وعشان كده كان لازم يكون معانا أحد رجال الدين هيكلمنا عن موضوع خلع الحجاب من الناحية الدينية. خلع الحجاب دلوقتي بقى حاجة بسيطة، اللي هو إيه دلوقتي مثلا اليومين دول أنا فرحي دلوقتي خلع الحجاب، أنا رايحة فرح، أنا رايحة مصيف، ليه نيجي نسأل السؤال ليه نخلي الحجاب في الأفراح بتاع؟ عشان ننبسط، عشان يكون الموضوع سهل بالنسبة لنا، ننبسط ناخد راحتنا ويبقى شكلنا حلو. أنا خايفة يبقى شكلي وحش، لا أنا بشكل حلو على الحجاب، أبين شعري شكلي حلو، ده يوم من عمري. فعشان كده النهاردة هنتكلم، هيكون معانا الشيخ محمد السعدي أمين اللجنة الدينية بالإسكندرية. أهلا بك يا شيخنا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف. والشيخ محمد حمدي هيكون معانا وهيكلمنا، والموشح الجميل الشيخ محمد حمدي. أهلا بيك حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية الشيخ محمد كلمنا الحجاب، الحجاب ظاهرة سلبية وانتشرت، كلمني عن في البداية هل ما الحكم الديني في خلع الحجاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحجاب يجب على جميع النساء، وقد أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية على أن الحجاب أمر ضروري للنساء في جميع مراحل الحياة، لأن الحجاب لابد للنساء منهن. قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمرهن الخمار، وهو تغطية الرأس. جيوبهن منطقة الصدر للمرأة، والكثير من النساء يقعن في هذا الخطأ، وهو أن تكون محجبة لكن تترك شيئا من الصدر يظهر أو من الرقبة. لذلك الحق تبارك وتعالى بين لنا ذلك بأهمية كبيرة فقال: وليضربنا. ومعنى يضربنا أي على المرأة الشدة والإحكام في إغلاق الحجاب على منطقة الصدر، حتى يتم إغلاق منطقة الصدر عند النساء لا يظهر منها شيء، وهذا حكم من الله عز وجل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شيخ محمد، إيه الأسباب وجه نظرك، إيه الأسباب انتشار ظاهرة خلع الحجاب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الأسباب لازم نعرف إيه معنى أو مطلق الحرية للمرأة. الله سبحانه وتعالى يقول في مطلع سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا إليك آيات بينات لعلهم يتذكرون. سورة أنزلناها، هناك شيء معنوي وشيء حسي. السورة سورة النور، الله سبحانه وتعالى جعل لنا الشمس، شيء حسي، عندما تطلع الشمس في الصباح كل وجميع البشر يطفئ مصابيحه التي أنارها على قدره هو، لأن نور الله سبحانه وتعالى الذي جعله للخلائق جميعا هي الشمس، طغت وطفت على جميع أنوار الخلائق. كما للبشر وللخلائق من نور حسي أو مادي كالشمس، الكل يستفيد بنورها ودفئها، كذلك هناك نور معنوي من الله عز وجل. النور المعنوي في هذه الصورة صورة النور، صورة أنزلناها وفرضناها، فرض أحكام من الله عز وجل على المؤمنين وعلى المؤمنات، من ضمنها الحجاب، أحكام في الأخلاق وفي المعاملات وفي أسلوب الحياة للبشر بينهم بعضهم البعض. كذلك الحجاب فرض من الله عز وجل،
صورة أنزلناها وفرضناها كما تفضل الشيخ وليضربنا بخمرهن فرض عليهن. كان هنا بتقسم مع كلام حضرتك، كان هنا بتقسم فضيلة الشيخ هنا بيقولوا ايه الحجاب كان منتشر الفترة اللي هو بدعة او ظاهرة او موضة، مش حاجة يعني مش دين او سني، لا ده هو موضة او بدعة. هل الكلام ده حضرتك دلوقتي بتوضح انه فرض؟ فرض على كل مسلمة بالغة. تمام. البلوغ يبدأ من سن عند البنات. اه. اذا حاضت المرأة هذا سن البلوغ بالنسبة للتكليف غير تكليف الصلاة. يتم وهذا تلبس الحجاب وقتها. اه. والحجاب الشرعي وبتغطية الوجه هذا هو الأفضل، تغطية الوجه والرأس بالخمار. أما ما يدار الآن من حجاب كالطرحة وهكذا وهذه الأمثلة فهذا لا يجوز. يعني الطرحة، عشان احنا كده بنروح لنقطة ثانية، الطرحة دلوقتي اللي هما بيلبسوها لابد من تغطية الرأس والرقبة وصدر المرأة. تمام. كاملا. والوش بقى باين. الوش فيه اختلاف. اه. ولكن الأرجح هو تغطية الوجه. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ من وراء حجاب. هذا دل على تغطية الإيه؟ الوجه. يعني دلوقتي الحجاب اللي هو الحجاب الحالي يعتبر مش من الدين ولا؟ هو الحجاب لابد بتغطية الوجه، هذا هو رأي معظم العلماء. أما كشف الوجه فيه اختلاف. طب يعني كنا برضو خلينا في النقطة دي، كشف الوجه لو مثلا من استدل محجبة على كشف الوجه، محجبة عادي طرحة وبتعمل نفس الطريقة بس ايه مش لابسة خمار، من استدل على كشف الوجه استدل بحديث ضعيف. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر، وهذا حديث ضعيف، كانت بملابس رقيقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا حاضت المرأة وجب عليها الحجاب إلا هذين، وأشار إلى الوجه واليدين، ولكن نسخت بآيات بعدها قل إيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا دليل على أن تغطية الوجه فرض على كل مسلم. فرض بس لو يعني ثواب يعني واحد، ثواب واحد اللي هو الطرحة والوجه والكلام ده كله، الوجه باين عادي بس ثواب واحد، ثواب هل ثواب واحد ولا هناك درجات في فضائل الأعمال. تمام. أما الحجاب ليس من فضائل الأعمال، هو فرض. فرض. تمام. دي النقطة وضحناها. الشيخ محمد، فضيلة الشيخ محمد، كلمنا كان في حديث عايزين نعرف مدى مصداقيته، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة على رسول الله فقالت يا رسول الله كيف أخرج عن الدين، فقال أخرج عن الدين، أخرج عن الدين، كيف أخرج عن الدين، فقال فرد عليها فقال لها عليك لو إذا خرجت شعرة إحدى شعراتك ونظر إليها رجل أو شافها رجل فأنت كده خارجة عن الدين. هل الكلام الحديث ده مصداقيته قد إيه؟ هذه الأحاديث وغيرها كثيرا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام يشاع بين الناس. هذه الكلمات غير صحيحة على الإطلاق، ولو نظرنا لمثل هذا الذي تقوله إنه يعني حتى لو نظرنا لموضوعية الحديث هنلاقي إن الإسلام الدخول والخروج فيه مش بالشعر. تمام. الدخول والخروج في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله بكلمة التوحيد والرسالة، مش بخروج شعرة. إذن حتى في الحديث موضوعا موضوعيا يعني غير مقبول نهائيا. ليه؟ يعني الحديث ده دخول غير مقبول نهائيا ولا يصح ان احنا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل هذا الكثير والكثير منها الاحاديث اللي هو يقول لك ايه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي ألف مرة حرم جسده على النار ومن لم يرسلها يندم ومن لم يرسلها. كل الكلام ده كله كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له اي شيء من الصحه. يعني كان ده غلط برضو في نفس النقطه قبل ما ننتقل لنقطه الحجاب، نفس النقطه كان اللي هو نفس النقطه ممكن اوضح بس في نفس النقطه دي يدل على ان هذا الحديث غير صحيح.
اختلف العلماء من تصلي إذا خرج شيئا من شعرها هل صلاتها صحيحة أم بطلة؟ طيب. واجتمع العلماء على أن صلاة المرأة صحيحة، ولكن الأفضل الحرص في عدم ظهور أي عورة للمرأة عند الصلاة، وما يجب في الصلاة يجب في إيه؟ في الشارع وفي العمل صح. وفي المنزل وفي جميع إيه؟ أوقات المسلمة. فكذلك اختلف العلماء، ولكن الرأي الأرجح أن المرأة إذا خرج شيئا من شعرها أو ظهر شيئا من شعرها صلاتها مش باطلة، صحيحة. صحيحة. الصلاة شيء، والسؤال اللي الحديث بيتكلم عنه شيء تاني. هو بيتكلم عن، ولكن أنا هي بتسأل أنا لو 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 شعرة من شعري ظهرت وحد من الرجال الأجانب رآها، هل هذا يكون سببا في خروج عن الدين؟ أخرج من الدين؟ لا، هذا من المفترض أن يكون ذنبا، فهذا لا لكن لا يكفر، لا يكفر. يصح على الإطلاق. لا. إن شعرة نفس تكفر الشخص، شعرة من شعر المرأة تراها يراها أي أحد أجنبي، فهذا يكون سبب في أنها تخرج من الدين. الخروج من الدين إما بالتوحيد أو بالرسالة، هي كلمة، كلمة تدخل إلى دين الله، وكلمة تخرج من دين الله. زي ما نشوفين على الشاشة، الظاهرة دي انتشرت برضو خلال الفترة اللي فاتت، هي إيه؟ ظهور جزء من الشعر أو مثلا الطرحة تبقى نازلة واتمان. نعم. الشعر ده إيه توضيح كل الظاهرة دي أو إيه الحكم فيها؟ يمكن أنا قلت الكلام ده من دقايق. إن أمين مجمع البحوث الإسلامية قال إن الإسلام أمر النساء بالاحتشام في جميع مراحل حياتهن، بالاحتشام. هل هذا المنظر الذي نراه من الاحتشام؟ على الإطلاق. وبعدين احنا عندنا الآيات يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني ايه؟ يعني ستر جميع جسد المرأة، لأن جميع جسد المرأة عورة إلا الوجه والكفين. طبعا هنلاقي اراء كتيره قوي، اختلاف، ولكن هذا افضل نفس اللي معروض على الشاشه. نعم. زي ما المشاهدين شايفينه. نعم. ده الحجاب، طريقه الحجاب ليكن حجابك صحيحا. بالظبط. ما بنتكلمش في ان احنا بنقول المتبرجات يخرجنا، لا خالص، يخرجنا من الدين ابدا خالص، بس بنقول ان احنا عندنا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، القران والسنه أمر المرأة بماذا؟ بالاحتشام. أمر المرأة بأن تستر جميع جسدها. هديك مثال بسيط خالص حتى يصل إلى جميع المشاهدين ما نريد أن نقوله. لو عندنا مدرسة دخلت المدرسة، بمناسبة دخول المدارس خلاص كل سنة طيبين وجميع المشاهدين بخير، لو مدرسة شيخ محمد دخلت المدرسة ومعاها وهي داخلة على الأولاد في المدرسة حلوة، الحلوة اللي معاها في حلوة مغطاة وحلوة غير مغطاة، أكيد الأفضل المغطاة. وخيرنا الأولاد هياخدوا المغطاة، تاخدوا اللي ملفوفة في الورقة اللي نظيفة المغطاة محافظة على، ولا تاخدوا اللي هي مش مغطاة وما عليهاش أي غطاء؟ تختاروا إيه يا أولاد؟ بكل بساطة الأولاد بكل الفطرة هيختاروا إيه؟ المغطاة. ليه؟ عشان شايفينها أأمن وأحسن، وهكذا الإسلام يريد من النساء أن يكونوا مغطاة حتى يكونون عفيفة، في أمان وفي عفة وفي حياء، والغطاء حياء للنساء. طب في سؤال كان جالي على الحلقة من بنت، كانت كاتبة لي على البيج بتاع البرنامج، لو أنا لابسة طرحة ومن غير قصد وأنا ماشي في شارع شعري باين أو جزء من شعري باين، هيبقى ايه الحكم او الذنب في الموضوع ده؟ احنا عندنا القاعده الشرعيه انما الاعمال بالنيات. لو هي قصدت انها تظهر هذه الشعر الخصلة من الشعر او ارادت وقصدت ذلك هذا خطا عليك. لو اتكررت يعني بتتكرر يعني. نعم. على فترات لا. نعم. يعني كل مثلا بتنزل بتقول كاتبه انا كل ما بنزل الاقي شعري مثلا طلع منه شعرايا او من طرحه. نعم. يبقى ايه الحكم في كده؟ هي لو من النية. لأننا إحنا لا نستطيع، أنا لا أعلم ما في قلبك يا أستاذ يوسف، وأنت لا تعلم ما في قلبك، أكيد. فهي استفت قلبك، هي أدرى بحالها، لو كان يعجبها هذا إذن هي وقعت في ذنب وفي إيه وفي إثم يجب عليها أن تستغفر منه. ليه؟
لأن هذا أمر يجب عليها أن تتقي الله عز وجل ولا تظهر هذه المفاتن حتى لا يفتتن بها الرجل الأجنبي. رجل أجنبي. شيخ محمد، كان ظاهرة اللي خلى الحجاب زي ما احنا بنتكلم عنها، في ايه السبب ممكن اللي يكون وراء اقبال بعض خلى الحجاب؟ عدم الوعي الديني. عدم الوعي الديني بالاساسيات للدين. انا عندي اركان اساسيه لابد ان اتبعها. اما فضائل الاعمال ومستحبات دي بترجع للعبد وحسب تقواه وحسب ايه معدل الايمان عنده. انما الاساسيات والتربيه لابد ان تكون ثابته، كالصلاه والصيام والزكاة والأركان الأساسية، الفرائض الخمس. نعم، الإسلام شدد في أمر الإيه؟ الحياء والاحترام والحشمة، بل إنه كرم المرأة وجعل لها مكانة، جعل لها مكانة في احترام في احتشام بالنسبة لها ولجميع نساء الإيه؟ المؤمنين. نعم، الأمر يرجع إلى الأب والأم. أكيد. نعم، أكيد. على الأب والأم أن يزيلوا هذه الشبهة عن بنتهم. نعم. وأن يصححوا لها الأخطاء، وأن يستعينوا بأهل العلم المخلصين الذين يوضحون لها أهمية هذا الأمر العظيم الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نعلم جميعا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله عز وجل بيّن لنا فقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضلال مبين. شيخ محمد، كلمونا إزاي بدأ فرض الحجاب على المسلمات، ومين أول من يعني من ارتدى الحجاب الإسلام؟ كان في الجاهلية النساء قل بينهم الاحتشاء كثيرا، لذلك الآيات تقول: ولا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهلية. الجاهلية. جاء الإسلام عظم المرأة وجعل لها مكانة، بل إن المرأة كانت قبل الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق، كانت توأد في القبر، كان من يبشر بغلام تجد وجهه مسرورا مسرورا، ومن يبشر ببنت تجد له مشمئز. فجاء الإسلام كرم المرأة وفرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على نساء المسلمين، بل قال النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني البداية كانت في عصر الجاهلي، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحجاب. فرض الحجاب. طب من أول ما ارتدى الحجاب؟ كانوا هما الأزواج النبي. أزواج النبي هما أول ما ارتدى الحجاب. آية واضحة وصريحة: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طب يعني كان برضو في خلال الموضوع ده، هل لبس المرأة والحجاب والكلام ده كله هو السبب في انتشار ظاهرة التحرش؟ احيانا يعني لبس المرأة هو اللي بسبب انتشار ظاهرة التحرش. احنا عندنا الثقافة في التزين احيانا كثيرة من النساء تخطئ في هذه الثقافة. نجد اخت منقبة لكن تضع من التزين من الكحل وغيره ما يثير أكثر مما لم تكن منقبة. عندنا كثير جدا من النساء منقبات لكن ترتدي ثيابا ضيقة جدا تظهر مفاتن جسمها، وهذا الخطأ الذي يقع فيه البعض، وكان يجب عليهن أن يرتدين ثيابا واسعة فضفاضة لا يرى منها يعني اي لبس فضفاض لا يبين المفاتن، فهو اللبس الشرعي. نعم نعم، هذه النقطه. طب تمام، ده كانت نهايه الفقره عن الحجاب. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل.